الزمالك يا كابتن بشير؟ بيخاف وبيحترمهم اه عشان كده بيكسب. مين اللي بيخاف وبيحترم؟ الاهلي. ما ده بقول الاهلي وربنا بقول الاهلي بقول الاهلي مش بقول الزمالك. طيب. تمام؟ فاهمني؟ ماشي. يعني الاهلي لما ما راحش الجونه وما راحش المقاولين ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل قول لي؟ ما لعبش ليه الاول وبعدين رجعنا. كابتن ياسر هو الاهلي بيخاف من الزمالك؟ لا لا بنحترم الزمالك. اه والله طول عمره حتى واحنا بنلعب. انا مره سالت طارق مصطفى انت لو انت بصيت من المقصوره الزمالك على اليمين والاهلي على الشمال. فمره بسال طارق مصطفى ايوه فبقول له يا طارق انتوا احنا واحنا بنسخن عمره ما بنروح في منطقه نادي الزمالك وبيسخن. ومين اللي بيسخن؟ بتوع نادي الزمالك بيقولوا مين؟ هم مين؟ الجيل مين اللي فكرني كده؟ مش لازم اقول لك كلام بس مبهم. لا انا بقول لك طارق مصطفى بيقول لي قال لي بقول لك انتوا جمهوركم ده مرعب طبعا دي حقيقه ولازم دي حقيقه يعني انا ما بقولش غلط.